السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اعتقدش ان اي عربي في العالم بكله، ما فيش اي عربي في العالم بكله سيتخاذل وسيبيع القضية الفلسطينية، ما فيش، مستحيل مستحيل. قد في تعاطف حتى من ناس مش عرب، اجانب، انجليزي، قد في تعاطف، فما بالك بالعرب والمسلمين. فما بش اي شعب من الشعوب العربي والاسلاميه مش مستنكر بالذي بيحصل داخل غزه، مستحيل، هذا مستحيل. صح ان في حكام عرب ومسلمين، انذال موجود حكام أنذال، نذل، حقير، تافه، بيطبع، موجود، هذا موجود، هذا تحصل، وهو شخص واحد لحاله، شخص هو واحد فقط لا غير. الحاكم، أي حاكم دولة، حاكم نظام، هو واحد بس لا غير، واحد شخص واحد فقط، مبلغه بيطبع وبينافق، بيستخدم يعني كل قوته وكل قدراته في النفاق، هما بلا شخص واحد. فمش من الصعب ان اي شعب حر متضامن مع القضية الفلسطينية ومستنكر بالذي يحصل في فلسطين انه ما يوقفش امام هذا الحاكم المنافق، يوقف امامه، اكفدوا أبوه. أي حاكم منافق ومتخاذل ومطبع اكفده، الشعب يثور، يفعلوا عليه انقلاب، خلاص انت الموضوع. لا تصدقوش الحكام العرب الذي بيطقطقوا في القنوات ونحن لن نترك هذه القضية، وساوى برا شارة ترى وبرا كذب، إنه كذب. ما له بالشمس إني من أمس، مالوا الشمس بتطبقوا كلامكم النفاق هذا، انه انتم معكم جيوش، معكم طائرات، معكم اسلحه، معكم كل حاجه، ليش ما قد هجمت؟ ليش ما قد عملت بصمه؟ ليش خوف ونفاق ودجل وتبادل مصالح؟ هؤلاء مش مرتبطين بالرحمن الراحمين، حكام العرب ما لهم علاقة بالرحمن الراحمين، ولا عندهم إيمان، ولا هم مسلمين أبدا. بتطبع مع إسرائيل، مش أنت مسلم، أنت جزمة، أنت نذل، أنت تابع، أنت حذاء، أنت كافر. طالما عندك القوة وعندك السلاح وعندك الدبابات وعندك الطائرات وعندك وتستطيع تعمل شيء لأبناء فلسطين الذي بيموتوا يوميا بالآلاف، يوميا أسر بتتشرد، أطفال بيموتوا، شابات بيموتوا، نساء بتموت، وأنت واقف ساكت تلبس خركرة فتتك وتعمل تصريح نحن نستنكر ما يحصل في غزة بالفلسطينيين وهذا شيء لا خلاص، وانسحبت. بعدين تتصل لنتنياهو قل له خلاص أمور طيبة، هدأناهم. هذا نفاق. بدي كذب على من؟ بدي كذب على الشعب حقك؟ بدي كذبوا على شعوبكم؟ افترضنا كذبت على شعبك وخدعت شعبك، أنت بتخدع الله، بدي كذب على الله، يا نذل. فلذلك رسالتي لكل الشعوب العربية الحرة، ما بش أي عربي مش مستنكر ما الذي بيحصل في فلسطين، كلهم العرب والمسلمين، قلنا لكم قد في تعاطف حتى من أجانب، كلكم، كل الشعوب العربية الحرة، انقلبوا ضد حكامكم، هو غير شخص لحاله، الحاكم هو غير شخص لحاله، انقلب فوقه واعطف أبو الساعة الكلب، انقلاب خلاص، قد قامت القيامة بالذي بيحصل في فلسطين، قامت القيامة. أنا أشوف مناظر ما عاد شيء شكل أشوفها، بنرجع أبكي، أنا أبكي سريع. خلاص القيامة قامت، انقلبوا على حكامكم. أي حاكم نذل تافه
مضفع اقلب فوق عبوه اقلبوه انتو ملاقي وغير شخص العالم. وحاول شوي منافقي لو يشوفوا الزر خلاص يرقدوا كلهم. ولا تتركوش اخوانكم في فلسطين، لا تتركوهمش، ما لا يجوز. قسما بالله ورب محمد اقسم بالله العظيم ان اي حاكم بيطبع ومتخاذل وبيبيع القضية الفلسطينية اليوم في فلسطين، غدا عندك، غدا عندك. والله والله هذا الكلام شاهد علي قسما بالله العظيم انه غدا سيأتون اليك ويدعسوك في لقفك في فمك. اذا هذا الفيديو حكي وصل عند الحكام، لا يوصل عند اي حاكم حتى اي وصل ذا الفيديو اي وصل ارحم الراحمين. اليوم في فلسطين وانت يا ساكت يا منافق يا متخاذل يا بائع للقضيه الفلسطينيه، ايوصلوا لا عندك وايدسعوك. اسرائيل مشي صعبه، قصدكم اسرائيل صعبه، مشي صعبه. لو قد غير يتحدوا الدول العربيه يتحدوا كلهم يتحدوا، اسرائيل ما ستنتهي في 10 دقائق او 5 دقائق اذا اتحدت الدول العربيه والاسلاميه. 5 دقائق تنتهي اسرائيل. ما عندنا لو قد نتنياهو محبوس عندنا في الاحتياطي، قدبه بيضلع مناشده خرجوه وهي كلدا، وان شاء الله ننسحب من الاراضي الفلسطينيه ونروح بحر نروح لنا. مشي صعبه، ولكن الخوف والرهبه والنفاق الذي عند الحكام العرب، النفاق نسيت وارحم الراحمين، نسيت والله معكم غير الاسم، ان انتم مسلمين اسم فقط اسم، ولكن من داخل الماكينة الشكل المسلم، الماكينة الداخل ماكينة واحد كافر، واحد سربوت، واحد زاني، واحد سكران، واحد نذ، واحد منافق. الماكينة ماكينة داخل غير خارج. هذا في رسالتي إلى الشعوب العربية الحرة، انقلبوا على حكامكم المتخاذلين، إذا هو متخاذل، وإذا مش متخاذل التوروزكم معه، بس إذا هو متخاذل اتسعوا أبوه وأهله ونرفسوا في رحلة. يلعن والدي، يلعن شكل، ما فيش عندهم مروءة ولا عندهم إحساس. شوفوا إيش بيحصل، لا يجوز لا يجوز. تحية خاصة لكل عربي حر، لكل من وقف مع هذه القضية، وهي قضيتنا الأولى، وسلام الله عليكم.